أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم يوم هم على النار يفتنون فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا استطاعوا من قيام
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير